عسلامة مدام. عسلامة لله، مرحبا بك أكثر. البنات عسلامة. 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 قدموا لي رواحكم. أنا مرت بوهم. أنت مرت بوهم، معناها دوما ثلاثة ولاد راجلك. ولاد راجلي ربي يفضلهم. يفضلهم لك. عايش. شنو علاقتك بهم؟ والله علاقتي طيبة، أنا مطلقة عندي برشا من 2002. معناها رغم الطلاق أنت وبنات راجلك ما شاء الله، أنا ما صدقتش أنت مرت بوهم الحقيقة. مرت بوهم ويرحم والديه. هي مرت بونا وإحنا نحبوها برشا. نحبوها برشا حق. بنيتي قرات وصلت الباك، خذيت الباك تقرا في معقد الزعيم. الشريعة الإسلامية بنتي. اللي هي من بوهم. اللي هي من بوهم، هذوما أخواتها من بو. هو عاود حياته وأنا كملت، معناتها ما خذيتش على بنتي. حبيتش نعرس على بنتي، قلت لربي بنيتي وبعد يرحم ربي. لحظة خلينا نحلوا الحكاية بشوي بشوي. انتي مرت بوهم قبل ما يتولدوهما؟ قبل ما يتولدوهما. انا وقت اللي عرست امهم انا بنتي عمرها 4 سنين. وقت اللي عرست تعرف بنتي معناتها. ودايو غنى مرت بابا الرابع. ما شاء الله. دايو غنى كي طلقت قعدت وين نعطاني وين نعيش انا وبنتي، ما خرجتش من الدار. وحتى في الفيونساي وفي عرسه مع مرته وذي يوم البنات بنتي حاضرة معاه، هزة وحضرت وهي صغيرة. الحمد لله قريت بنتي وصلت خدمت عليها كل شيء بالحليلة، ربيت بنيتي بالحليل والحمد لله. كي كبرت بنتي توا في السنة بنتي عرست لتخونت أوت، خواتها هما اللي وقفوا وهما مرتبوها بالكرهبة تجري وتجري وانتي غير هي أمها. يعني حتى علاقتك انت ومرته الثانيه طيبه على الاخر. الحمد لله. حتى مرته اللي مطلقه قبلي راه، حتى مرته اللي مطلقه قبلي يرحم والديه. هما اربعه، انتم اربعه. هما خمسه. هما خمسه مش ما عندهمش صغار. لا عندهم. هما خمسه بالحق. ما تسمعيش عندهم. اسمعي هاتي بابا ما عرفش 5 سنين وانا اخواتي الاخرين زي يحبونا برشا، فهمت؟ عندنا اخونا في فرنسا عنده 3 اولاد وعندنا اختنا في تركيا. ما خدت تركيا بس. وبعد خديت انا الاخرى ما عنديش صغار اللي طلقها حسيلو. كبرت بنتي قرات الحمد لله، دخلت الجامعه تقرا الشريعه الاسلاميه في معقد الزعيم. السنه عرست هما وقفوا لاختهم ومرتبوها عملت كل شيء. انا حضرت مي البلوس زادته مرتبوها وبوها عمل لها كل شيء وتخفي عرسها طيار عمله لها بوها زادة البلوس. واخواتها هما اللي وقفوا معاها. انت الزوجة الرابعة لبوهم وامكم الزوجة الخامسة. انا الزوجة الثالثة. انت الرابعة يعطيك حق. انت الرابعة مدام. يا بنتي هي داخلة بعضها، راهي داخلة بعضها. هي الرابعة يا بنتي. انا حاضرة. فسر لنا. 2005 والاسرة بنتك ولدتها 2002. انا هي الرابعة. بعد معاوية انا. هي ما تكيفتش فهمتي. مدام لازم تعرف رتبتك قداش مع زوجك. ثلاثة. نعم. ثلاثة ولا رابعة؟ بيقول لي رابعة. هنا هي الرابعة. معاوية وش اسمها كاو؟ أنا الثالثة. لا الرابعة يا بنتي. أنت الرابعة. هي الرابعة. قولي الرابعة. هي الثالثة. هي الثالثة ميساش وما رفع. عاد خليونا قولوا لي الحقيقة. والله الرابعة. ما عرسش مرة الأولى راه بو. ما عرسش طول. بحث الكل عند الطفلة هذي يا بنتي. يا بنتي هي الرابعة. هي الرابعة. طلعت الرابعة راك. قولي الرابعة. قولي الرابعة. جنين في الأولى منين؟ شبيهم هذا؟ بالك ما قالكش. فما مرت وما جابتش صغار وفما معاوية جابت بنية ولاد. مدام ثالثة. ثالثة. أنا ثالثة وأمهم الرابعة. فهمت؟ حسيلو كبرت بنتي. ونساء الآخرين أصحاب أنت وياهم؟ لا واحدة ما جابت صغار هذيك مشيت على روحها ماناش أصحاب. أما اللي قبلي أنا معاوية الأولى مرته الأولى. اللي جاب معاها بنية وليد طيبين زاد علاقتي طيبة بها بالكدا بالكدا ونحبونا توا. علاقتنا طيبة. هو معدنه طيب. هو ما يعملش مشاكل مع نساء. ما تتفرج. اي تتفرج نورمال باش تتفرج. ما عملش مشاكل هو ما عملش مشاكل. شفت اللي طلقها يقعد معناتها سورتو اللي عندها صغار اوتوماتيكمون باش تقعد فما علاقة. علاقة طيبة. ولا على خاطر صغاره. وانت توا خارجه تحوس بهم؟ انا خرجت صليت العصر وخرجت جبتهم قلت لها باش نهزهم. قالت لي برا هزهم يمشيوا. ها وهبطتهم لتونس وهما يحبوا اختهم وديما بحذا اختهم. شنو هو سر نجاح علاقتك بالذراير؟ والله خاطر ما عملناش مشاكل. انا ليه نخدم وربي في بنتي، هي ليه زادت تربي في وليداتها تجيب في وليداتها. معناتها كل واحد ليه في روحه. انت وامهم اصحاب؟ انا وامهم اصحاب.
معناش حتى الحمد لله حتى صارت مناوشات اما ما فماش حاجه جراف عداوة ولا لا 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 ولا حاجه جراف اللي صلة الرحم تقطعت ولا لا مادام بناتها عندك توا الحمد لله وفي عرس بنتي صدقني انا اونجي غير ضيفه امني انا نظيفه انا حتى اللي يحركوا مصلي على النبي وبنات خوها مصلي على النبي العقب تاع ربي كيفاش كانوا يخطوا في الكواليس اللي هما باش يحرقوا هيك باش نبيعوا الطاقه هي بنتي مازلت معرسه قالت لي يما عارقه قلت لها بنيتي بدارها تهبل بنتي اثاثه كل شيء يا اخي هما قالوا لي نحرقوا ونمشيوا وتو نبيعوا الدار كامل ما تسمعش كلام عطاء احنا بعنا الدار ام بابا مازلنا ساكنين فيها كالي فهمتي وكل شيء كاو باش نبيعوا الدار ونحرقوا نحطوا المناوم البابا فهمتي باش كي يقوم يا اخي روحوا طول في البحر ما يقول لنا حد شيء ما يتغشش علينا كاو باش نحرقوا غادي كنمشيو نقراو واحنا نتريو باسكيت وكل فهمتي وكاو يسرى ماشي معاكم تهزوا مرتبوكم لا 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 انا ما نمشيش انا مش نقعد ناس عدا دار نخافوا عليهم هي باش تقعد انا نلقى حرقه نمشي حق تاع ربي يعني نمشي ما نجمش اصلا ما قلت انا كان نلقى حرقه نبعثكم انتم زوز قبل نعم وانت شنو رايك انا والله على قاعده نشوف فيه الوضع بالحق بالحق وضع مزري بصراحه نقول لك حاجه تونس ماشيه بالتويل يا مان ما فماش يقراو 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 ما فماش خدم الدوله ويني باكليتر وجبت 14 في الباك وقاريه عامين في الجامعه وماش تخدم امك هاي وماش تخدم ما انت عندهم الحق توا الشباب عنده الحق الناس قاعده تبيع في ذهبها وفي ديارهم في كراهبهم ويهزوا في ولادهم قاعدين يحقوا زاد الحاكم صايب النابره وفما فما فما ان في الحكايه مش ديما قاعدين يشدوا في البحر قاعدين يصيبوا لهم في النار علاش على الوضع وضع يحزن بصراحه غلاء المعيشه الحليب ما فماش فرينه ما فماش زيت ما فماش سكر ما فماش خدمه ما فماش مساكن اللي عنده ثلاثه الضو غالي الماء غالي معناتها الناس تيقرت الناس فلقتت علاش الشباب يحب يخدم راه امبوسيبل باش تقول لي متخرجين يجي يحبوا يخدموا متخرجين اما ناس ومهندسين قاعدين بطالة راه خويا يخدم هاو خويا يخدم خوك من عامل كاك خير انجينيور دافوماتيك اي عنده خويا يخدم وقتها تعيش في تركيا اما الاغلبية ما قاعدة في الدار الاغلبية مساكن حتى القهوة ما عادش تلقى عنده حاجة باش ياخذ قهوة نرجعوا لموضوعنا البنات شنو سر محبتكم لمرتبوكم طول عبيد كي ترى علاقة هكا تستغرب ومحلاها هي وكل تشينا في الشوكولاته ديما كي وتشيخ فينا نحب الجو تحب تسمنا كي وكل فهمتي ايها ليه ليه لا انت تحب سبورتيفه تقعد قلت لك كاو هي باهيه وتحبنا برشا ونحن نحبوها وكل كاو امهم زاده باهيه يرحم والديها وقفت مع بنتي ان شاء الله تلقاها في بنياتها ان شاء الله يفرحها ببنياتها وربي يفضل لهم بوهم الكلهم ربي يفضل لهم بوهم ربي يفضله وربي يشفيه وربي يطول عمره في الخير وربي يفضله الأولاد وكل نحن نحبوها أصلا خاطر هي طرائف اللي يصيروا معاها كل شيء أصلا كنا نبداو معاها نشبع وضحك ما كنتش تخيل نخرجوا تعاركوا هذوك من الزوز في الدار أمهم خاطر هما تعاركوا الأخوة اي اما بعد خليتنا خاطر تعرفنا بعد نتحد فيها ونقول لها مانك يما بالله سامحنا شي قالت لي بيا السماح وبرا اي تعرف بناتها في امان معايا يا اخي انا بنتي ولا هما راهو باغي كيف اون بلوس ديما نفس البو ابار حتى كان جاو بنات خلينا نحافظ عليهم سي نورمال مخرج عباد معاك لازمك تحافظ عليهم مسكولوا راهي مرت بابا فرحانين ياسر بيك يحبوني يحبوني ربي يفضلهم وربي يفضل لهم بوهم وميمتهم يحبوني وانا بصراحه انا بدي نحبهم برشا يحكيوا لك حاجات هكا يخافوا يحكيوها لامهم بنتي خرجتنا باش انت باش يفككوا باش راحتنا اللي ما عادش تخليكم امكم نلقاو راحتنا معاها انا نلقاو راحتنا تحكي لها معناها تنجم حتى ما نحكيو لها راه حتى امهم باهيه حتى امهم يحكي ما يخبيوش اسرار هكا تحشم باش تحكيهم لامها معناها بتدخ اما ليلي ما عندهمش اسرار اي معناها اسرار صغار مفضوح صغار راه وذي عم جاي الاسنان عم جاي بعد عم جاي ان شاء الله ربي ينجح هذيا بريمير لا انا لسه سبورتيف بريمير هي هذيك اصغر واحده فيه هذيك عم جاي بريمير ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله يا رب ما ديما تعيش معانا اختي هذيك في الدار معانيش اسراء كاو انت القويده
في كل خويت فما القويده قويت اما كنت عاركوا تفضحنا صب الصب لا باش تحاربكم مسكينه الجهد غير القويده ما هي معي البيت دخل امهم البيت وتخلص ولا ايه اي تخلى تعطيها تعطيها في الشوكولاته بعد ما تقود مينا تعاركي وما تاكل تريحه تقود بكم وتزيد تاكل تريحه خاطرها تسطرت عليكم ربي يفضلهم ربي يفضلهم ربي يفضلهم نخلي لكم كلمه الختام برشا 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 وان شاء الله ميمتهم تفرح بهم إيه وان شاء الله ربي بابا برشا ونقولوا ان شاء الله ربي يشفيك اي انا بدي نشكر بهم ربي يفضله وربي يشفيه وربي يفضلهم ميمتهم ربي يفضلهم الزوز هاي ويشفي يا بابا وربي يشفي بابا وبابا سامحنا كان نهار قمت لقيت روحك وحدك في الدار سقف وقاع رانا حرقنا وسره يعني باش نخليه ولا هذيا تتربيه اكيد قريد العيش باش تتبنيه ما باش تعرس مره اي الوحيدة يا ربي قدرة ربي تاخو مرت مسيو مرت البروف مرت البروف كيفاش تعرفت عليها عليه لا لا احنا عشرة غير مكتوب انا من قبل الخاتم اللي صغيرة ما نحبش ملي طلقت ما نحبش ناخذ قلت له انا ناخذ راجع لبنتي امبوسيبل خاطر الراجل باش تكبر بنتي شوية باش يولي يعقب فيها هاي بنتك عملت هاي بنتك خلت الضو شبيها بنتك الضو دونك انا جيم با لي بروبليم باش تعاود حياتك مع راجل بروفتك ليه هو سيلفي قرى حتى بنتي سيلفي قرى بنتي وقرى راجل بنتي انت باش تاخذ واحد اخر مش سيلفك لا 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 واحد اخر هذا واحد اخر قصة حب والله لا صدفة حب بركة اما انا نعرفه من سنين العائلة حب وجو وتصاور بحث عن تعرضها واحد تو في الترا يعملها هكا هي تعملوا كي يا ولدي دور وجهك نفس وجهي لبست بافيت تضرب فيها والله هاك خلي عملك والله ما احلاها مرت بوكم اي بيه يا مرت ليه قلت له نحي ما نتنفس في وجهي غزمو عندي بافيت لبست جايب لها قد ما خبز قال لي كولي معايا لا تفح لك السكر والله جايب لها طيح لها السكر فترة تسمع بها قلت لها قد ما خبز قد ما خبز قالت له ليلي والله هابطي ما تراي اعمل هكا باش يشدها مني تعمل والنبي محمد كبش كل قد عمره يا انا هكا هكا مربوع قد هكا طول شبيكي مربوع ترا رايب مربوع قد يعطيكم الصحه ميرسي بوكو سيو وليلتكم زينه وميرسي بوكو